ما صدقت يا حبيبي، انتو ما في شي يقدم لكم اياه. كلنا هالشباب رح سميه احلى مسجد في العالم بطرطوس. شو اسمه؟ مسجد مريم العذراء. يا حبيبي، وفي مسجد مطرح تاني قاعد هو بس بطعم الجوعانين، ما بيعمل شي. قالوا له منفع ما بطعم الجوعانين، بس لشو عم بطعم البسينات؟ قال لهم الحبيب وقت اللي اجت وقعدت البسينة على البردة. رحم البسينة، رحم العنكبوتة، رحم الحمامة، اجت وباضت. ارحموا من في الأرض. مريم العذراء في القرآن الكريم، سورة مريم، المائدة، القلم. فإذا هيك مسجد باسم مريم، ليش ما في أنبياء نسوين؟ مستنيرين كلنا، كلنا نور من نور، بس نحن بعد ما وصلنا مريد ومرشد. إذا المريد حاضر، المرشد بيكون حاضر. المرشد إيده قاسي، يعني بيضربك مثل الأم بتضرب ولدها، وأنت بتنحني لهالضربة. بس ما بتروح من مرشد لمرشد لمرشد، بتصير تقبع شجر 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 تتعمل جنينة. خلاص اترك الشجرة مطرحها، وأنت اقعد تحت الشجرة وتعلم منها، تعلم من جذورها ومن عطورها، تعلم كيف هالورقة بتوقع بس تموت. هي جزء من هالغصن، والغصن جزء من هالشجرة، وهالشجرة جزء من هالغابة، وهالغابة جزء من هالوجود، وأنا كمان جزء من هالوجود. مش أنا الاستكبار والنية وهيك، لا، اللي ما بيموت فيه. فإذا فتش على هيك شيخ. أنا لو ما التقيت بهالمرشد صار حدث بحياتي، مشيت. ما بعرف إنه عندي أهل، بنت، أخوة، أولاد، أحفاد. الدنيا كلها لك. أينما توليتم وجها لوجه بيجي لعندك. كل واحد منا شو ما بدك، أي كتاب، مريم وغيرها، كل شي ببيت الله. هو هيدا البيت الأساسي. وقت اللي رجعت عملت كتير بيوت، بيت الله، بيت الحق، بيت النور، بيت السماء، بيت هيك بيت هيك بيت هيك. ببيت الإنسان رح كون بشباط آخر أسبوع، رح نعمل دورة من وسلوى، ما في أكل. هي ببيتي كمان بتكون أو مي أو منركب نوع من العصير يلي كل واحد بصير ياخد نبط وبتحسيون، بس منمضغ المي مضمضة، منمضمض مي وزيتون وزيت عالم. هيدا 5 أيام أو 7 أيام بقدر أخد 7 أشخاص عندي بالبيت، وما بقى لي سائل إلا بنفسي. ليش عم تنفخ اللبن وليك؟ وين الحليب؟ تجوا على البيت الشباب مصورين، وبس كل يوم عم بيتغير، كل لحظة كل لحظة بتقول الكلمة هيك بعدين بتقولها هيك عكس بعضهم. في فيلم زوربا دي جريك، لازم تكون زوربا دي بودا، تشبع من الدنيا زوربا، بعدين صار بودا. بودا وقت الاستنار كنت ملك صرت شحات، قال له كنت شحات صرت ملك، طلع بعيوني يا بي. مرته قال له انت بالبيت استنرتي بس شفت عرفت. وابنه عمره 14 سنه بلش يتطلع هيك، عم بيشده شده المعلم تبعه، قال له لو ما انت شبعت من الدنيا وصلت لها اتركه. وهلا هيك كل واحد هو بيجيب الحقيقه، بعدين بتصير حزب بس يموت.
ما تلحق أي حزب شيل حرف النص، لا حزب ولا حرب، حط الحب لحوي بقلبك، ما تضيع وقتك، تعلم من غيرك، تعلم كيف هالأغنية مستعدين ومستملكين هالدنيا، يعني بينهم بالقوة، قوة المحبة أو محبة القوة. فكر بالموت، كفى بالموت واعظا. نعم يا حبيبي، بتعرفوها في اثنين ماشيين بصحراء وجوعانين وعطشانين شو هي؟ قال له هي مسجد. قال له بس يخي على القليل بيكون عنده شوية أكل ومي. قال له طيب ليك، انت خلي اسمك جورج بس أنا بدي أقول له شربيل، أنا رح سمي حالي محمد. وصلوا لهونيك، قال له هيدا خي جورج صاحبي وهيك وجوعانين نحن وأنا محمد، قال له نجيبوا أكل قد ما فيكن الشيخ لجورج، بس يا محمد نحن رمضان هلأ وصايمين. تتشوف كيف أوقات يعني الكذبة ما بتنفع، هي نكتة ومهضومة وذكية. أوقات بتلاقي إنه خلص إذا بدي أعيش أكذب، عم كذب على حالي وما بقى في عندي إيمان. المؤمن ما بيكذب. نعم، جماعة الذكر الصوفية أهل الصفا بيعلموا بالقصة بالحكاية، هي رمز بتبقى. الزين عندهم علم، بيعطوك معلومات، knowledge، هيديك knowing، I want to know، بدي أعرف. بس اثنيناتهم بيكملوا بعضهم. في قصة مثلا حطوا صحن شوربة، صحن أكل، وقالوا هي معلقة كبيرة، وهون ما حدا عنده كوع منكم، ما في كلو، ما في كوع، ما في معلقة. طيب هلا رح نجربها بتاني طريقة، تعالوا عند أهل الصوفيين، هو عندهم علم وهيك، تعالوا عند أهل الذكر والصفا. صار كل واحد يطعم اللي حده، كلهم أكلوا. فإذا فوت على قلبك مش على الجيب، على لب القلب، سر هونيك بالشر، هونيك رح تتعلم. يعطيني إشارات هشام وأنا. فإذا معكن حق، الإشارة بشارة، كلكن تعرفوا إنه الحق علي والحق معي. وين النوايا اللي عندي؟ شو ما حدا زعجك؟ هيدا درس، لتكن مشيئتك. إذا الكلب عضني بروح بعضه يعني؟ هيدا دوره. فإذا كيف فيني ساعد غيري؟ أنا بطعمين، هيداك بطعميني. هاي الصدقة الجارية. شو تركين صدقة؟ أنا بقعد بكتب. بدي يجي وقت ما عاد أكتب يعني، ما بعرف. يمكن يجي وقت ما عاد اجي على التلفزيون، رح كون بالخنشارة وهونيك رئيس البلدية وكلون أمريكا ما فيها تسيطر علينا، ورجال الدين بالخنشارة كمان عندهم هالروحانيات. لما تركنا إلي كانت وصيته إنه ما تحكوا شي عني بالكنيسة أبدا، حطوني بالكنيسة كم دقيقة مع القبر. وقبل الأبونا، حمل الأمانة، حمل الوصية، ما تلبسوا أسواده. فإذا كل واحد منا يشوف شو دوري وشو جيت أعمل. تأكل أسربوني مخلف الأرنب بديش بيجيب أولاد؟ إذا هيدا دورك بكون بضيعة، مين بيستقبلني؟ أي رئيس بلدية أنا بجي لعندك ماشي، ما بدي شي منك،
بس فيك تغير، تشيل الأمراض، أو دفعت لك الـ FDA مثل ما دفعوا شيري كل المطاعم وكل المستشفيات بكل أمة العرب. أنت شوف شو بدك، شو أخذ معك بالقبر؟ ما بيفوت على القبر إلا جسمك. أعمالي بتسبقني، بتشوفوا إشارات قوية كتير بس تبلشوا تكونوا إلا عبادك الصالحين، من الصالحين مش الطالحين. نعم يا حبيبي، يا الله، في تعرف شجر ونهار وقعد ورقة من شجرة أو قشة، قشتين عم بيحكوا مع بعضهم، ورقتين شو ما بدكم. قلت له ليش قعد تحت الحجر؟ قلت له بدي فكر، عم فكر هون تحت الحجر كيف بدي أوصل على النهر. قلت له مين بيفكر كيف بدي أوصل على النهر؟ ما النهر كل عمره بيشيلنا وبيحطنا وبيخدنا وبتشتت الدنيا كلها. بلا ما تفكر. قلت له لا بدي فكر، هذا وقت العلم وقت التفكير، أنا بدي فكر. قلت له خليك يفكر. راحت القشة التانية ونزلت بهالنهر، وصلت على البحر مثل نقطة المي، ورجعت صارت غيوم وشتت ورجعت اجي. شو بكي؟ قالت له ما عم بعرف اطلع من تحت الحجر، فت مدري كيف هون. قالت له انك عم بتفكري، سلم امرك، مش انه ما تعمل شيء، لا لازم تكون فاعل، بس ما تستكبر انه انا بدي اعمر العالم وبدي اغير العالم. قولي لي شو لازم اعمل تغير العالم، قولي لي اي كتاب لازم اقرا. كل واحد منا، كل واحد يقول انا شو قصدي يعني. يا الله، ما حدا بيقدر يعلمنا الحقيقه. مشان هيك بتشوفوا انه صورناكم بالارحام، حلو كتير، لأنه سر كبير، وهالسر ما بينقال. تعدى شفافك خلص، ما بقى في شفاف، ما بقى حدا عنده سر تا يحفظه، كلها سرسرة. هاي بتحكي عن الطقس، هاي ديك بتحكي عن الصرامة والشراطيط. اجت وحدة من سوريا لعندي ومعها سيارة فخمة ومدري شو هيك، وهيك بالأربعينات ومعها سرطان. قلت لها بدك تحطي صدقة؟ قال لا ما معي. قلت له منين جبت السيارة؟ طلع لبرا خلاص. حق الصرمية بتدفعي، حق جنزير الكلب بتدفعي، ما بقى ياخد حدا هيك أبدا. دفعت $25,000 نعم لجنزير الكلب، فهمكن كفاية. وابنه معه جنزير، قلت لها انت خلفتيهم هالولدين؟ قالت لي ايه، بس ما بدي اياهم، خلي بيهم وربيهم، ما بعرف شو بدي اعمل. شوبينج كل الوقت، بيجوا لهون على لبنان، بتعرفوا ليش يعني؟ منو للعربين بقى، مدري لمين، مش للبنان بفهم، بس مش للعربين حتى. الله يسترنا من الأعظم، لبنان بلد خمس فصول، ما في حدا ما حكي عن أرز لبنان. تقعد تحت الأرزة يا حبيبي، ممنوع العلم، ممنوع نوعة، لازم نضل نعوى مثل الكلب والبسينة. هيدا بسببنا، هيدا أنت دورك هيك، أنت اللي عم تطلب هالقد، بدك تضل عبد لهي ولهي ولهي. انت عابد الله، منك عابد، نحن مش عبيد. وقت بتصير تعريف مثل ما قال علي، ايها الحق لم تترك لي صديق، لا يعرفنا الا الله يا علي. كل المستنيرين عرفوا انه ان الكرامة قليل، بس مع مين بتحب تكون؟ شو دورك؟ انتبهوا، هلا في كتير حسد وسحر وشعوذة، بطانة طالحة، انتبهوا، عم تخدم الناس تيقولوا عنك قديشك منيح، بس انت دفعت الثمن.
بدك رضا الناس، بدك اهتمام الناس، بدك الناس تقدرك، يعني حاطة مجوهرات ولابسي ماركة، انت ماركة، بتصدقوا الماركة، قيمتك بالصرمية وبالحرمية وبالسيارة وبالمستشارين اللي حولك، هني السبب تكون الدنيا طايفة، بيقولوا لك صاحي الدنيا. يا حبيبي، سئل حكيم كم عمرك فأجاب صحتي جيدة، هل معك نقود؟ أجاب ليس علي دين. هل عندك أعداء؟ أجاب أسكن بعيدا عن أقاربي. دايما تذكروا شو بيقولوا الحكماء، جالسهم كون معهم، بيأدبوك بيعلموك بيرفعوك، حتى لو ما بتعرف شي بتحس إنه هدا وجوده غير شي، لو ما عم بيحكي عنده حضرة، لو خليت بليت بكل بلد موجودين. بس انت عشو عم بتفتش؟ وين مستواك؟ دايما رح اقراها، تكرم عينك. لا ماتت امريكا ولا ماتت اسرائيل، الموت الحقيقي للعرب والمسلمين على يد ابناء السنة والشيعة. الهند مليار انسان عندهم 150 رب وعندهم 800 عقيدة مختلفة ولكنهم يعيشون بسلام. والعرب لديهم رب واحد وكتاب واحد والدماء ملأت شوارع الوطن. القاتل يقول بسم الله والله أكبر، والمقتول يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نزال في كر البلاء وكر الدماء. من أول ما أجى الإسلام لليوم ما شفنا السلام. شو عملنا بأهل البيت؟ شو السبب؟ ليش ما بنقرا؟ وإذا قرينا ما بنفهم، وإذا فهمنا ما بنعرف نوصلها، وصلنا غلط ترجع. شو السبب؟ ليه مسيطر علينا هالشر؟ بسببنا. شو لازم نعمل؟ ما تسأل هالسؤال، بمجرد إنك تسأل. شو بدك؟ أي كتاب بدك إني أقرأ؟ قولي لي، بعتي لي الكتاب اللي لازم أقرأ. ما بيجيني أي سؤال أو أي إيميل، نادراً إيميلات تتعامل أنا وياهن أو صدقة. من باتش أدمز وما فوق، ارجعي يا مريم على أمريكا، لأنه في مرشدين، في ناس معك وناس ضدك. آه يا آه، كان يوم مرهق جدا. رحت المجلس وقعدت أتكلم في الموبايل، وبعدين هزرت مع اللي حدي جنبي ونمت وصحيت وتصورت سيلفي وأكلت الوجبة وعملت باي باي للكاميرا ولسه راجع. كلنا هلأ عايشين عها، منأكل منتجوز منموت منخلف عها، تك 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 تك. عم تتحكم فينا الآلة، انت تحكم فيها، انت فهم انك عم بتضيع حياتك وصحتك واولادك وكل شيء. ضعت، صرت غاشي وماشي. قال مغترب لبناني بعت لاهله رساله، قال لهم مشتاق لريحه لبنان، بعثوا له كيسين زباله. هول محششين يا اخوتي، هو بيفهموا. بس هاي علامات، علامات الساعه، علامات تتعلمنا. هلأ زمن العزلة، فوتوا على البيت، خلص سكر الباب. المسيح قاعد على الباب، بس المسكة من عنده، المسكة جوا. افتحوا الباب تيفوت، ادعوني استجيب. ما بيفرضوا علينا. قالوا لي لبقى تبعتي ايميلات ابدا تو اني بادي، ومعن حق. وقفت 2-3 بالنهار، بس ما في تجاوب، بكون عم بفرض حالي عليكم. واحد جوز بنت متعصبة، قام جاب لها طنجرة ضغط منشان تطبخ له فيها، قالت له بس أنا ما بطبخ فيها لأنها بتصفر والتصفير حرام. قال لها لكن ارجعي لبيت أهلك، وبس يخترعوا طناجر بتأذن بترجعي. كثير عنا تعصب وجهل، يعني باسم الدين كل شيء منغلفه هيك بغلاف ديني معه حق.
علماءكم شر علماء منكم تخرجوا الفتنة وإليكم تعود. مساجدكم عامرة في البنيان خالية من الإنسان والإيمان. بعدنا منروح منزور القبر فلين وقبل فلين. يا سعد يا سعد، مين فوتك لعنا؟ شو بيروح بيزوروا قبر بيك؟ مطار باسمه، شيلهم كلهم هو. وعلم آدم الأسماء. كانت مينا دوبك عم بتكرم كمال جملات بأمريكا ساحة هارفارد سكوير لإله، قالت لا هيدا أفاتار ما بده شي يكرمه، يعني كلهم هاي مغنية مدري مين وهيديك شارع باسمها، شارع باسمها كرموها كلهم، كرموا هيك كرموا بتقبلي الشارع اللي بده يهتم فيك؟ الناس بس تشوف شارع باسمك، شارع كل الناس بس ما تشارع مرتك. اهتمامكم بهالدنيا الرايحة هيدا التكريم. الله كرمني وسكن فيي بعبدكم أكتر. بس الإنسان السخيف صورة البشعة بدها برواز. مشان هيك وقت بتشوف ناس وكلهم عمليات تجميل، يعني بالسبعين وبالثمانين عاملين عمليات تجميل، كيف بده يكون حلوة حبلي مني عمرها 18 سنة؟ إنه هو أبضاي يعني، هيدا قيمته بالهوت دوغ والواوا. الزوجة، جيب معك بطاطس. الزوج، جيب معك بطاطس. المرأة قالت له بقول لك جيب معك بطاطس، بقول لك جيب معك بطاطس. الزوجة، أنت بتقلدني ليه؟ أنت بتقلدني ليه؟ الزوجة، بحبك يا حياتي. قال لها عاوزة كم كيلو بطاطس؟ رح يقول لها بحبك. ما في حب، ما تصدقوا، قاعدين كرمال الأولاد، عملوا دورة بأمريكا. آخر يوم كل اللي عندهم أولاد وما طلقوا رفعوا إيدهم، لأن عندنا أولاد ما طلعنا. مين منكم ما بتعرف إلا جوزة وهيك؟ كذابين كلهم. اثنين ثلاثة قالوا كمان عم نكذب، كتب الزنا على ابن آدم بجميع حواسنا. أول شيء الكذب، انتبهوا. تكرم عينكم بقراها وبشوفها. قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وتسكن كهفا ويشرح الله صدرك. قد تكون أبيضا ويستحلك السواد، قد تكون أسود ويشع منك النور. قد تكون لك إخوة وتعيش وحيد، قد تكون وحيدا وحولك إخوة. قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك، قد ترى الأعداء ينقذون حياتك. وقد ترى أغنية، نعم ناس أغنياء ويرتشون، وفقراء ويتصدقون. تشوف العكس 180. ما بتعرف أنا هلأ عاطلة بعد دقيقة بتغير، أنا هلأ منيحة بعد دقيقة بتغير. التغيير نظام ثابت، ولكن اللي عنده عطش إنه يتعرف على الحقيقة اللي فيك أنت، بتروح بتختار مرشد يلي منه شيخ وخوري وعالم دين ومدري كيف، يلي بس بديك إنك تلحقه ويحكيك كلمات بتلاقيها كتير حلوة وبتصير أنت عبد لإله. لا، روح لعند الناس يلي حقيقة مرشد صالح، أنت بتحسها بتصير تعرف إنه اللي عم بيقولون أنا حاسسهم، بس هو عم بيعرف يحكيهم وعم بيعلمك تما ما تلحقه. انتبه إذا عم بيعلمك تتلحقه. في رجل دين قال لهم لاثنين من الرهبان، ما في رهبنة مثل بتشوفوها بالإسلام، بس اثنين مونكس، قال لهم ما تحكوا حدا على الطريق، بتروحوا بترجعوا. راحوا قطعوا النهر هلا هونيك وراجعين، هني وبالنهر ما عم بيحكوا حدا. شاف بنت لبسي ساري وهيك بالقانج يعني عم تغرق، حط على كتافه واحد من الرهبان ونزله مش الحال، كان ضلوا ساكتين. رح يوصلوا على الدير، قال له ما بقى فيني انا حنوصل هلا. قال له ما تحكوا حدا، انت حملتها حطيت على كتافك.
وبنت حرمي مرة. قال له أنا نزلت هونيك، أنت ليش بعدك حملها؟ شوفوا أفكارنا في عجقة سير هون، هالعجقة السير مش بس حاطينها بدينتنا وعم نسمع وعم ناكل ومدري ونشد سترينج ونشد هيك والتياب مخزقة ومنتفل. لفتوا انتباه نظر. هلا عم بيقولوا لهم للزايونست يعني انه انتم كمان البسوا هيك احلى ما يقولوا نحن، وطلعوا على التلفزيونات ولابسين هيك. بالاول ما كانوا يلبسوا هيك، عارفين هيدي الهول وهاللون الموشح وهالجينز اللي عم بيعملوها وهال تركوها بس للعرب ولل هلا الارهاب حول الكره الارضيه. شوف شو عم بيصير، ما بقى بدهم عرب ابدا. نحن مش عرب، خليهم يشوفوا انه انسان. انسنة الله، الانسانية اللي فيك. انا مني جسد ولا امرأة ولا رجل، هالجسد منه موجود، لجسدك عليك حق. انت انتبه لهالجسد، ما فيك ابدا تغير حدا. نعم، مثل وحدة مارقة على المطار وحكت لأبونا مارق، قالت له في شيء بدي مرقه هون، ما بدي يفتحوها وهيك، هير دراير سيشوار لأم هدية أنا خبيه هون. هو مير قالوا لأبونا معك شيء؟ قال له معي شيء هون يعني ماني مستعمله أبدا، وهو للنسوان. ضحكوا ومرقوا وهيك مرقت الهدية وأخذتها وكلهم ضحكوا، عرف يحكيها. فإذا وقت اللي بتعرف إنك كيف تشارك، شارك مش بالشرك، بالمشاركة. Thank you.